السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم شوربة الخضر، اي صوبة بالخضر متنوعة من السماء بالدجاج، قطع الدجاج. عندي هنا الخضر، عندي جوج حبات من القرعة الخضراء مقطعين مربعات، وعندي الجزر، ثلاثة ديال الحبات ديال الجزر مقطعين دوائر تاهما مقطعين صغار، وعندي هنايا الكرومب اي المكور حتى هو مقطع. وبالنسبه للربيع عندي المعدنوس والكرافس والقزبور، يعني الربيع بثلاثه بهم درتهم مقطعين. وعندي هنايا خمسه ديال الفصوص ديال الثوم، وايضا عندي هنايا اللفت، عندي لفته واحده مقطعه قطع صغيره، وعندي القرعه الحمراء اي اليقطين عندي مقطع حتى هو قطع صغيرة. وأيضا عندي هنايا الزيت، الزيت ما كاملش نص كاس، والطماطم قطعتها حتى هي قطع، والدجاج القليل من الدجاج اللي بالنسبة باش نسمو الشوربة ديالنا. وعندنا هنايا بصلة، دايرة بصلة وحدة. وبالنسبة للتوابل عندي هنايا التوابل، عندي الكركم ملعقة صغيرة من الكركم، وعندي ملعقة صغيرة من الإبزار أي فلفل أسود، والملح على حسب الذوق، والتحميرة عندي الفلفل الأحمر، يعني الفلفل دايرة فيه معلقة، وسكنجبير أي زنجبيل حتى هو ملعقة صغيرة. وغادي نوضعو جميع الخضر، غادي نجمعهم ونضعهم في طنجرة الضغط أي الكوكوط. غادي نجمع المكونات كاملة، يعني غادي نجمع المكونات كاملة مع بعضها، وغادي نديرهم في الكوكوط وندير لهم الماء الكافي ديالهم ونقفل عليهم. ومن بعد ما غادي يطيبوا غادي نطحنوهم. والراحة الشوربة ما نقول لكمش عليها، جات غزالة، طعم لذيذ بزاف، ورافقتها مع الشريحة وتصلح بزاف هاد الشوربة. هادي ايام ديال البرد سخونة كتدفي. وبصحتكم وراحتكم، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس.